اهلا وسهلا بحضراتكم الساده مشاهدي ومتابعي تلفزيون السابع. بعد ختام مباريات الجوله 33 من عمر الدوري الممتاز، دوري الاضواء والشهره والملايين، طلائع الجيش يقتنص 3 نقاط ثمينه من النادي الاهلي، ويقترب طلائع الجيش من المربع الذهبي ويزاحم فيوتشر في الحصول على المركز الرابع، بينما البنك الاهلي يقضي على امال ايستر كومباني في البقاء في دوري الاضواء والشهره والملايين بعدما تغلب عليه بنتيجه 3-2 في المباراه التي انتهت منذ قليل. مباراه طلائع الجيش والنادي الاهلي وايستر كومباني والبنك الاهلي كانوا الاثنين اقيموا الاثنين الساعه 8 في توقيت واحد، وطبعا بهدف احمد سمير لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 67 من عمر المباراة يقتنص طلائع الجيش نقاط المباراة الثلاثة. في الوقت اللي كان ايستر كومباني بيحاول أمام البنك الأهلي النجاة من شبح الهبوط، لأن صراع الهبوط في قاع الجدول بين البنك الأهلي والجونة والمقاولين والمحلة. أعتقد إن النهاردة لحق ايستر كومباني بمصر المقصة وأصبح البطاقة الثالثة للهبوط، تنحصر بين المحلة والمقاولين والجونة في مباريات الثلاثاء المقبل في ختام النسخة 63 من عمر الدوري الممتاز. نعود سريعا النهاردة في مباريات النهاردة كان الفار كلمة السر، وهقول لحضرتكم ليه الفار كلمة السر. هستعرض مع حضراتكم سريعا نتائج المباريات. انبي والاسماعيلي فاز النادي البترولي 2-0 على الدراويش، فرقه غزل المحله تعادل فرقه مع غزل المحله في نقطه، ويقتنص ابناء غزل المحله نقطه ثمينه في صراع البقاء، بينما ايستر كومباني زي ما قلت لحضراتكم يفوز عليه البنك الاهلي 3-2 وطلائع الجيش 1-0 بهدف احمد سمير. أدار مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش واحد من حكام الواعدين، يمكن يكون ما بيظهرش كتير في الدوري الممتاز، ولكن طبعا زي ما اتفقت مع حضراتكم في لقاء أمس من خلال منبر اليوم السابع، إن لجنة الحكام بتحاول في الجولات الأخيرة إنها تدفع ببعض الحكام والمساعدين وكمان الفار والإيفار اللي هم ما بيكونش عندهم فرصة للظهور في دوري الممتاز، فبالتالي بتحاول في الجولات الاخيره تدفع بيهم، وده اللي حصل النهارده. محمد عباس قبيل وكان معاه احمد الفار المساعد الاول من اسكندريه، وصالح محمد المساعد الثاني من اسكندريه، بينما كان تولى مهام الحكم الرابع عاطف حسين واحد من اصحاب الخبرات، وهنقف عند عاطف حسين لان في النهارده واحد من اصحاب الخبرات، لان احنا هنقف عند ما حدث خلال مراجعه الفي ار لهدف احمد سمير لاعب طلائع الجيش. وكان في كابينه الفار كان موجود محمد عبد العزيز ومصطفى عثمان، اثنين يعني محمد عبد العزيز ومصطفى عثمان بيمشوا او بيسعوا بخطى ثابته في كابينه الفار، في كلما تواجدوا في كابينه الفي ار بيبقى ليهم تدخل مؤثر طبقا للبروتوكول. المباراة يعني النهاردة كان برضو استمرارا لمحاولة الحكام عدم التدخل في الأخطاء الوهمية والسماح باستمرار اللعب والتنافس العادل والالتحام المشروع. طبعا برضو فالنهاردة برضو محمد عباس يمكن يكون برضو حاول ينفذ هذا الكلام. عندنا 20 مخالفة وخمس حالات تسلل، لأن الاثنين المساعدين النهاردة عندهم أكثر من قرار مؤثر خلال فعاليات اللقاء. ابرز هذه القرارات قرار احمد الفار بعدما اشار على تسلل في هدف احمد سمير، على الرغم من ان كريم فؤاد لما هنعرض اللعبه مع حضراتكم على الشاشه، كريم فؤاد فعلا كان مغطي لاعب النادي الاهلي، زميل احمد العاصي عرضها لنا على الشاشه، لاعب النادي الاهلي في اقصى شمال. والغريب بقى ان المساعد الاول تمركزه جاي جيد جدا فعلا، لما تم اسقاط خطوط البيرو
وده اللي لازم نقف عنده عند الفار. لما تم اسقاط خطوط البييرو بشكل صحيح على اخر جزء من الجسم، نقطه الاسقاط عندما تكون نقطه الاسقاط صحيحه، وبالتالي هتدينا خطوط صحيحه وهتدينا مسافات صحيحه. فبالتالي الخط الاحمر والخط الازرق اللي ظهروا على الشاشه دي خطوط صحيحه علشان نقطه الاسقاط كانت صحيحه. وبالتالي كان كريم فؤاد مغطي، وكان احمد الفار المساعد الاول رغم ان هو واحد من اصحاب الخبرات كان فعلا تمركزه رائع، لانه فعلا كان مع اخر ثاني مدافع، وهو برضو عايزين نقف مع ان هو نفذ البروتوكول وسمح نفذ البروتوكول وسمح باستمرار اللعب اللي هو الديلي طبقا للبروتوكول الفار، سمح باستمرار اللعب حتى نهايه الهجمه ثم اشار بالتسلل. فالجزء الاول من مهمه احمد الفار ان هو انفذ البروتوكول بشكل جيد، ولكنه لم يكن موفقا في تقدير مسافات الايه مسافات تواجد مدافع النادي الاهلي كريم فؤاد وتواجد مهاجم طلائع الجيش احمد سمير. وطبعا الفار رغم ان هو الفار خد وقت طويل تقريبا من الدقيقة 67 حتى الدقيقة 69.5 تمت المراجعة من الفي ار محمد عبد العزيز ومصطفى عثمان، تمت المراجعة من خلال الفي ار، وبعد المراجعة لمدة دقيقتين ونص طبعا من خلال عبر الكوميونيكيشن سيستم، ما بيروحش الحكم هنا الى شاشة المراجعة، لان بيكون دي مراجعة تشيك صامت والفار بيشيك وبيدي قرار للحكم، وبيظهر على الشاشه الخطوط البيرو، وبيظهر هل هي تسلل ام من عدمه. وبالتالي هو تواصل مع محمد عبد العزيز، تواصل مع محمد عبد العزيز قبيل واكد له ان هو هدف صحيح، وفعلا هو هدف صحيح. برافو ثنائي الفي ار في هدف هدف احمد سمير. ولكن عايز اقف عند الحكم الرابع رغم ان هو واحد من اصحاب الخبرات عاطف حسين. طبقا لبروتوكول الفار وطبقا لبروتوكول تنفيذ تعليمات تمام تقنيه الفي ار اثناء المراجعه، ويمكن احنا طبعا زميلنا احمد العاصي مشكورا عرض لنا نص الفي ار اللي هو بيقول هو في البند الثالث اثناء عمليه المراجعه يجب ان يظل اللاعبين داخل ارضيه الملعب والبدلاء ومسؤول الفريق خارجه، يعني اللاعبين الموجودين داخل المستطيل الاخضر لابد ان يكونوا جميعا داخل المستطيل الاخضر اثناء عمليه المراجعه. وده انا هقول لحضراتكم ليه. والبدلاء والاجهزه الفنيه تكون في مكانها على دخك البدلاء، علشان النهارده يكون هناك تركيز من الحكم وطاقم الحكام مع مسؤولي الفي ار من خلال التواصل معهم، والحكم الرابع هيكون متابع داخل الملعب، لكن ما فيش اي تبديل ولا اي اجراءات تبديلات خلال مراجعه الفار. بعد ما تنتهي مراجعه الفي ار او المراجعه بيتم حضراتكم التبديل. برضو عايز اقول ان برضو لما يكون الحكم رايح لشاشه المراجعه دي، هم الثلاث بنود دول مهمين جدا اللي معروضين على الشاشه، لما يكون الحكم المساعد بتاع الفي ار من كل قرار، مفيش داعي ان المدربين يطلبوا، دي واحده، او اللاعبين يطلبوا التحقق. يعني مطالبه اللاعبين ومطالبه المدربين للحكم روح للفي ار دي، ده خطا يستوجب بطاقه صفراء لو حصل، دي واحده. الثانيه كل اللاعبين البدلاء اللي يكونوا موجودين في عمليه درام الموجودين على دق البدلاء ولا الاجهزه الفنيه اثناء عمليه الفحص والمراجعه، محدش فيهم يتدخل ولا يقرب من شاشه المراجعه طبقا للبروتوكول. وده اللي احنا محتاجين نشوفه في ملاعبنا زي ما احنا بنشوف كل ملاعب اوروبا يا جماعه، التزام تام داخل الملعب، سواء الحكم بيراجع الفار او حكم بياخد قرار او بقرار قرار مصيري ركله جزاء طرد هدف في عليه جدل، كل الكلام ده احنا محتاجينه ان ملاعبنا ان شاء الله في الفتره القادمه يكون هو ده الشكل العام لملاعبنا تتناسب مع مصر ورياده مصر. طبعا برضو بعد ما قلنا ان الهدف صحيح، وبعد ما قلنا ان التبديل اثناء المراجعه ده يعتبر خطا
ولكن هو خطأ إداري، ما فيش ما يعني خطأ إداري ملوش علاقة بنتيجة المباراة ولا أي حاجة، لكن هو خطأ كان يجب على الحكم الرابع عاطف حسين وهو واحد من أصحاب الخبرات أن يؤجل التبديل لحين الانتهاء من المراجعة. في الدقيقة 81 طلب النادي الأهلي بركلة الجزاء في لرفعت خليل. محمد عباس أبيل كان عنده زاوية رؤية مناسبة وكان عنده تمركز صحيح وأشار باستمرار اللعب في قرار جيد من محمد عباس أبيل، وأكد الفار القرار من خلال التشكيك الصامت. أنا عايز أقول إن محمد عباس قبيل اللي رجع مع اللي تابع الماتش بشكل جيد هيلاقي إن هو في تواصل بين محمد عبد العزيز في الفي آر اللي هو مسؤول الفي آر وبين محمد عباس قبيل خلال المباراة من تشكيك صامت ومراجعة سريعة على أكثر من لعبة، وده بيدي ثقة للحكم في داخل المستطيل الأخضر، وده اللي حصل برضه. في الدقيقة 85 احتسب محمد عباس أبيل ركنية للنادي الأهلي، ثم عاد واستأنف بضربة مرمى لطلاء الجيش بعد ما برضه تقريبا في تواصل. الفار طبعا ما بيتدخلش يا جماعة، الفار لا يتدخل في ركنية او في فاول او ما بيتدخلش الفار، لا الفار له بروتوكول محدد، ولكن يمكن ان يكون هناك نوع من التعاون تمام تم بين الحكم الرابع او الاثنين المساعدين مع حكم الساحه وقالوا له ان الكره مش ضربه ركنيه، وبالتالي هو استأنف بضربه مرمى لصالح طلائع الجيش يعني تطبيقا لمبدا عوده الحق لاصحابه، واحنا متفقين على هذا. هناك مخالفه في الدقيقه 27 من عمر المباراة، مخالفة مهمة جدا جدا جدا، كان يجب أن يشهر محمد عباس قبيل البطاقة الصفراء لأحمد سيد غريب للتهور مع عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش، ومخالفة كانت واضحة، وكانت لما تعادت مرة واثنين كان فعلا فيها مخالفة واللعب بتهور طبقا للقانون كانت تستوجب البطاقة الصفراء. عندنا 5 حالات تسلل، لازم نقول برافو احمد في حالتين تسلل عند احمد الفار، هو طبعا اشار على حالتين، اشار على 3، 2 منهم سلام والثالثه اللي هي اخطا فيها في الدقيقه 67 اللي هي في هدف المباراه، بينما هناك 2 حالات تسلل عند المساعد الثاني صالح محمد وبرضه اشار عليهم في توقيت مناسب. المساعدين النهارده تعاونوا مع الحكم طبعا، هم عارفين ان هو حكم من الحكام الجداد، حكم من الحكام الواعدين، فكانوا بيتعاونوا معاه بشكل جيد على اساس تنجح المباراه. عايز اقف عند مشهد يا جماعه مع نهايه المباراه، وده هياكد لنا ان الحكام تحتاج لثقه. بعد نهايه المباراه محمد عباس قبيل اللي شاهد المباراه من حضراتكم هيلاقي محمد عباس قبيل تمام كان ما يعني مع الصفاره طبعا، وده شيء طيب وحسن، بيقول الحمد لله، بيشكر ربنا ومبسوط سعيد ان المباراه انتهت على خير. ده نابع من حاجه مهمه جدا يا جماعه، الثقه. الحكام تحتاج لثقه، سواء حكام كبار او الحكام الواعدين او الصغار محتاجين لثقه، ولا بد ان يكون في الفتره اللي جايه هناك ثقه يكتسبها الحكام عشان نشوف اداء افضل من كده باذن الله في الموسم المقبل. زي ما قلت ان الفار كلمه السر، لازم اقف عند مباراه انبي والاسماعيلي اللي ادارها محمود دسوقي حكم الدرجه الاولى، وشهدت المباراه في الدقيقه 66 ركله جزاء احتسبها تدخل فيها الفار، يعني هو ركله جزاء لمسه يد لصالح نادي انبي، وتم التواصل بين محمد معروف واحمد فهيم من خلال الكوميونيكيشن سيستم مع محمود دسوقي، واستدعوه لشاشه المراجعه. عايز اقف بقى عند الاستدعاء لشاشه المراجعه. الاستدعاء لشاشه المراجعه عرضوا عليه صوره او لقطه او لقطتين من زوايا مناسبه جدا اكدت ان هناك لمسه يد صحيحه طبقا للقانون، وتوفرت فيها معايير لمسه اليد، وبالتالي رجع من الفار، من كابينه الفار، ما استغرقش وقت طويل واحتسب ركله جزاء لنادي انبي صحيحه. ولكن عايز اقف بقى عند دونجا وهو راجع من الفار، مسك ايديه وبحاول يحتك بيه، وبرده هو ما ادالوش انذار غير بعدها بفتره، برده اللعيبه حاولت تنسحب وهو انتظرهم كتير، وبعدين راح حصل حوار بينه وبين الكابتن حسني عبد ربه. كنت اتمنى ان محمود دسوقي يكون اكثر حزما
في التعاون، لان هو اشهر في اللعبه دي بطاقه صفراء لدونجا ومحمد الشامي، كان يجب ان ينذر تمام الكابتن حسني عبد ربه مدير الكره. ولان طبعا انا الغريب ان كابتن حسني عبد ربه وكابتن حمزه الجمل من اصحاب الخلق الرفيع، سواء كانوا لاعبين او مسؤولين كمدير فني ومدير كره، لكن طبعا ما كنتش اتمنى المشهد اللي احنا شفناه، لان المباراه توقفت يا جماعه من الدقيقه 66 للدقيقه 74 تقريبا، علشان بعد تنفيذ ركله الجزاء كمان توقفت المباراه لحين تنفيذ ركله الجزاء في الدقيقه 72، وبعدين طبعا دقيقه بعد الضربه الموضوعيه، فتوقفت كثيرا واعتراضات كثيره من لاعبي الدراويش، شيء غريب عليهم تمام. بنتمنى ان هذا المشهد لا يتكرر في ملعبنا. قبل ما اترك حضراتكم، ان شاء الله هيختتم الدوري الممتاز، الجوله 34 من عمر الدوري الممتاز هتختتم يوم الثلاث او الاثنين والثلاث، وهيكون في فرصه عند لجنه الحكام انها تدفع ببعض الحكام والمساعدين. عندنا مباريات البنك الاهلي وانبي تمام، مباراه تقريبا نتيجتها بقت تحصيل حاصل. عندنا اسماعيل وطلائع الجيش برضو، غزل المحله والاتحاد السكندري والمقاولين العرب والمصري البورسعيدي، بيراميدز والجونه، هم ثلاث مباريات اللي هم عليهم الاسبوت على اعتبار هيحددوا الفريق الثالث الهابط الى دوري الدرجه الثانيه. عندنا الزمالك وايستر كمباني تمام، مباراه تحصيل برضو تحصيل حاصل. ايستر كمباني خلاص الزمالك توج باللقب، وايستر كمباني تقريبا خلاص هو هبط الى القسم الثاني. فيوتشر ومصر المقاصة، يمكن يكون فيوتشر بيسعى هو طلائع الجيش كمان ان هو عشان المركز الرابع، لكن الاهلي وسيراميكا، السيراميكا في المنطقه الدافئه والنادي الاهلي في المركز الثالث. عندنا سموحه وفاركو برضه مباراه، نقدر عندنا اربع خمس مباريات تقريبا تقدر لجنه الحكام تدفع باكثر من مساعد، تدفع باكثر من حكم في هذه المباريات عشان يختتم الموسم تمام، ويكون عندنا اكثر من حكم ظهروا في الدوري الممتاز، لان هم النهارده يعني تقريبا دفعوا باكثر من حكم النهارده في المباريات، يعني كان في اسف اكثر من مساعد. ايهاب فخري ومحمود رضا دول من القدام، هم واحمد الفاروق وصالح محمد دول قدام، لكن طبعا عمران فريج وعلي علاء وماجد المريجي وعبد العزيز محسن ومحمود حسين وابراهيم السوداني وعمرو جمعه ومحمد ابو العزام، كل دول خدوا فرصه، ومحمود داين، كل دول خدوا فرصه في الجوله 33. نتمنى تستمر لجنه الحكام على هذا بحيث ان احنا نختم الدوري الممتاز ان شاء الله، ونكون اتحنا الفرصه لاكبر عدد من الحكام والمساعدين. هذا كل ما لدينا في ختام مباريات الجوله 33 من عمر دوري الاضواء والشهره والملايين. بشكر حضراتكم على طيب المتابعه، والى ان القاكم في مباراه قادمه ان شاء الله، لكم مني اطيب تمنياتي وارق تحياتي.